والآن مشاهدينا ننتقل إلى هذه الصور الجديدة للحريق الذي استهدف مستشفى الرنتيسي جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا المستشفى مشاهدينا هو تخصصي للأطفال، والقصف الإسرائيلي تسبب باندلاع حرائق فيه. ووفق مدير المستشفى في تصريحات قال بأن القصف هو بشكل متعمد، ويقول بأنهم يتعرضون لحريق هائل. وأن هذا الحريق بالطوابق السفلية. نعم، وهذا المستشفى مشاهدينا هو متخصصي للأطفال، واندلعت الحرائق فيه بسبب القصف الإسرائيلي الذي يقول مدير المستشفى بأنه متعمد. كما قبلها كان القصف الإسرائيلي قد طال محيط مستشفى الإندونيسي وقبلهما عدة مستشفيات. وهذا أيضا سنعرض فيديو آخر الآن للنيران المندلعة في مستشفى الرنتيسي جراء القصف الإسرائيلي. الفيديو يظهر اشتعال النيران في إحدى السيارات على ما يبدو المتوقفة أمام المستشفى. وعلى ما يبدو أن النيران مشتعلة بسيارات الإسعاف المقابلة للمستشفى، وهو نذكر بأن هذا المستشفى هو تخصصي للأطفال. ووفق مسؤولين في المستشفى فأن الطيران الإسرائيلي استهدف المستشفى بشكل مباشر. هو ده المستشفى، يقع في شارع النصر، وهو تم إنشاؤه عام 2003، ومتخصص بمعالجة سرطان الأطفال. هو يتكون من عدة أقسام. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.